السلام عليكم ورحمة الله. يا محمد. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وعليكم وبركاته. السلام. أهلا يا أستاذ محمد. محمد عندك كم سنة يا محمد؟ 12 سنة. سنة محمد، بس هستأذنك توطي التلفزيون بعد إذنك عشان تسمعني كويس وأنا أسمعك كويس. حاضر. كده؟ ايوه تمام، على الاخر خالص اسمعني من التليفون، لسه في صدى صوت يا محمد، خلي حد يوطي لك التلفزيون. اتفضل يا محمد. حاضر. اتفضل يا حبيبي. في ناس بيقولوا ان لو المسلم دخل النار عشان يتطهر من ذنوبه ما ينفعش يخرج منها، يروح الجنه تاني. يا ساتر يا رب. هل الكلام ده صح ولا غلط؟ مين قال لك الكلام ده؟ ناس كتير بيقول. انت سمعته فين يعني؟ سمعته من حد انت ولا حد اللي قال لك المعلومه دي؟ حد كده من صحابك؟ لا يعني لا، في ناس بتقول وفي ناس يعني بيقولولي. لا يا محمد، ده رحمه ربنا واسعه يا محمد. مين قال الكلام ده؟ المعلومه دي مش مظبوطه يا محمد، معلومه مش صحيحه. ده يعني يوم القيامه يعني هيبقى اللي حتى في قلبه مثقال ذره من الايمان هيدخل الجنه. من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال حبة من خردل، حاجة بيضرب بحبة الخردل دي المثل فإنها أصغر حباية، وقالها بصدق يدخل الجنة. أقوم أنا أقول إن إحنا نقفل باب الرحمة كده ونقول إنه لا ما يدخلش؟ مين قال إن المسلم لو عذب في النار لا يدخل الجنة أبدا؟ هذا افتراء على الله. ده حتى أصحاب الكبائر بعضهم سيشفع في بعضهم، وربنا سبحانه وتعالى قد يأتي على بعض أقوام بمحض رحمته فينتزعهم من النار ويدعهم في الجنة. كل دي أمور يعني من رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى بينا، لكن على الإنسان أن يحسن خطاه في الدنيا. لازم يا محمد طالما أنا في هذه الدنيا أحاول أن أنا أسمع الكلام اللي رب العالمين سبحانه وتعالى أمرني به أسمعه، مش مجرد أني أسمعه بس، أسمعه أني أطيع الله، أطيع الله في كل ما أمر به. أنت 12 سنة تحاول تجتهد تدرب بقى، انت خلاص في مرحلة انك لازم بتلتزم بالصلاة. اخلي بالي من لساني في طريقة كلامي مع ابويا وامي، اخلي بالي من لساني وانا بتكلم مع اصحابي مع اخواتي، بأدي اللي عليا من الامور من الواجبين معايا على طول. كل دي امور لابد انك تحرص عليها وتخلي بالك منها عشان تعود نفسك على صنيع الخير. وخلي دايما عندك كده يعني تفاؤل، تفاؤلوا بالخير تجدوه. ورب العالمين سبحانه وتعالى ما فيش أكرم ولا أحن منه في هذه الحياة، وبالتالي الإنسان يبقى عنده نظرة تفاؤلية. لكن هذه المقولة مقولة خاطئة يا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. عزة، أنا والله مبسوطة لأن دي تاني مكالمة تجيلنا من الشباب الصغير ده. أنا مبسوطة محمد كلمنا، وكان في قبل كده برضو معانا يعني شاب صغير لطيف برضو كلمنا 13 سنة، فببقى سعيدة قوي بالمكالمات بتاعتهم. سلام عليكم.